تعاودها في عمري 75 عام، وهذه اول هذه الثالثه من مره وانا نشارك في هذا السباق في مرقاله، وشاركت في الغابات الامريكان، في الرهراه، في الرميلات، وانا نفتخر بالجمعيه بيكاسبور فاميلي، وانا مفتخره وننصح جميع النساء ولا من البنات ولا من الاولاد استمروا في الرياضه ديالهم ويحافظوا على الصحيحه ديالهم. وشكرا، ونشكر هذا اللي خطيه عليا، ربي يخليك. المرة الثالثة على التوالي في السباق اللي منظم جمعية رضوان الدورة السابعة، والحمد لله هذا العام هذا جينا بالعدد كثر من العام اللي فاز ولا الأعوام اللي فاتوا، جينا ب 35 مشاركة وحرصنا على مراسم مشرفة، والأهم هي نجيبوا بطلة الجمعية يبينوا المواهب ديالهم والطاقة ديالهم. واليوم أنا فرحان بالتواجد دخلتوا فاطمة 75 عام اللي كتشارك مرة ثالثة، وكنتمنى خالتو فاطمة كل شيء عاملة قدوة، أي بنت عاملة قدوة وتريد وتصلى في الصحة ديالها، لأن كتعطينا واحد الموتيفاسيون حتى لينا حنايا كرؤساء الجمعية ولا كأطر. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم، شكرا. وكنشجعوا النساء يجيو تريدوا هنايا في طنجة معنا، على حسب النساء قلالين كاينين، وخصنا النساء هما اللي كيحكموا يوما هما هذيك، ويزيدوا لنا ويشركوا معنا هنايا باش نشجعوا هاد طنجه هادي بالنساء ونطلعوها شويه. ها هي شويه شويه بداو كيجيو الناس بزاف، لكن خصنا باقي شويه الحراقه شويه هنايا في طنجه. رجعني غزال نتمناو يكونوا دائما هيدا، شنو جات يوما نهار شويه هيدا كنشتاو ديك الشيء وما جاوش الناس بزاف، لكن خصنا نشجعوا الناس طنجه ويجيو ويشركوا معايا ويشركوا هنا في طنجه، وما يخافوش زعما ما يقولوش زعما كاين حشومه ولا كاين شي حاجه، ما كاين لا حشومه ما كاين لا، كلشي كيجي وكلشي كيشرك.